بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي وانفراد خطير من داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الانضباط في او اللجنة التأديبية عفوا في الاتحاد الدولي. هنتكلم فيما يخص نادي الزمالك، خبر مهم جدا جدا قد يطيح بآمال الزمالك إلى ما هو بعيد. هنتكلم في الفيديو، لكن ما تنسيش صلي على الحبيب في الكومنتات ولايك للفيديو على قد ما تقدر، وصلوا الخمس وعشر تلاف لايك أهلاوي محترم عشان الناس تعرف قرارات اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي، وكمان سكوت وصمت الاتحاد المصري للباليه ولا كرة القدم لكرة القدم. طيب تعال نخش على طول على أول فقرة معنا. طبعا الدنيا هص دلوقتي في نادي الزمالك، مفيش اي حاجه في نادي الزمالك، الزمالك زي الفل على راي سيف زاهر، الزمالك حلو والزمالك جميل والزمالك بيخلص في الصفقات والزمالك بيجدد للحاجات والمحتاجات وحاجات حلوه ما شاء الله ما شاء الله، لكن المشاكل كلها في النادي الاهلي دلوقتي. ما تفتحش قناه او برنامج رياضي الا وتجد السؤال الوجودي التالي. السؤال ده موجود في كل القنوات دلوقتي، هل ده اي مقدم برنامج بيسأله للجمهور وللضيف اللي بيجي معاه، هل انت مع استمرار موسيماني في الاهلي ولا مع رحيل موسيماني عن النادي الاهلي؟ ده سؤال كل برامج الرياضة في مصر بقى بتسأله، لدرجة ان برامج التوك شو كمان سابوا التوك شو وبدأوا يتكلموا كمان انت مع رحيل موسيماني، هقول لنا بقى رأيك يلا وتعالى ننسى كل حاجة ونتكلم بس عن رحيل موسيماني او استمرار موسيماني. تجيب اسلام صادق تلاقيه شغال على موسيماني وضرب في الاهلي وضرب في موسيماني وضرب في لعبة النادي الاهلي. تجيب مش عارف بص في وراتك تلاقي نفس النظام، تجيب الاخ كريم برضو، تجيب مش عارف مين، كله شغال على هل يستحق موسيماني الاستمرار ولا لا. الاستوديو بتاع احد القنوات الكبيرة اللي كان بيتقلب سرادق عزاء في حال خسارة الزمالك في اي مباراة، والله الزمالك لو خسران في بلي مسافات طويلة، لو خسران في دورة رمضانية، بنلاقي سرادق عزاء في الاستوديو وناقص ان القناة تعلن الحداد لمدة شهرين لحد ما الزمالك يكسب. لما الاهلي خسر في بطولة افريقيا بدل ما الناس تساند في النادي الاهلي، لا كل يوم تقطيع في الاهلي، كل يوم خبر فنكوش عن النادي الاهلي، كل يوم محاولات لزعزعة الاستقرار في النادي الاهلي. يا راجل ده لدرجة ابو لمع الجرجيري قال لك اشمعنى انا، اشمعنى البرامج الرياضية كلها عمالة تسأل السؤال هل مع استمرار بيتسو موسيماني ولا لا، فراح منزل على صفحته وكمان قال لك مع استمرار موسيماني ولا لا، وقول رأيك بدون تجريح. تجريح ايه؟ ده انتوا عالم ما عندكوش دم، ده انتوا عالم سايبين المشاكل كلها في النادي المنافس وعمالين تتكلموا على النادي الاهلي. بمناسبة النادي المنافس، امبارح احد نجوم حرس الحدود في عصره الذهبي وجيله الذهبي احمد عبد الغني، فاكرين احمد عبد الغني يا جماعة في جيل احمد عيد عبد الملك و لعيبة كتير والهردة والناس دول اللي خدوا بطولات مصر وبطولة سوبر، كاس مصر وبطولة سوبر والكلام ده كله. قال امبارح معلومة صدمة لكل جماهير نادي الزمالك. ايه المعلومة؟ المعلومة وهو صديق صدوق لاحمد عيد عبد الملك، احمد عيد عبد الملك قاصف الجبهات والواد الحراق بتاع الزملكاوية اللي جمهور الزمالك لما بيتزنق يقول لك شوف احمد عيد بيقول عليكوا ايه. قال ايه احمد عبد الغني؟ قال لك احمد عيد عبد الملك اهلاوي ووقع للاهلي. يا نهار ابيض، يعني كل اللي بيعمله احمد عيد عبد الملك ده مش عشان هو زملكاوي؟ لا. ولا عشان هو بيحب الزمالك؟ برضو لا. امال ايه؟ قال لك عشان هو كان اهلاوي وكان نفسه يروح الاهلي ووقع للاهلي فعلا، بس الاهلي رجع في كلامه ما رضيش يضمه، الاهلي تراجع، وخيرا فعل النادي الاهلي، لان اللي بيعمله احمد عيد عبد الملك دلوقتي
نفس اللي بيعمله خالد بيه الغندور. لان لو ترجع بالذاكرة خالد الغندور في احد اعترافاته الجميلة قال لك انا كنت رحت ناشئ النادي الاهلي والحمد لله ان انا اترفضت. لو ربط رد الفعل الغندوري برد الفعل بتاع احمد عيد عبد الملك هتلاقيهم هما الاثنين نفس الحالة. ده اهلاوي وده اهلاوي، ده اترفض في الاهلي وده اترفض في الاهلي، لكن ده اترفض وهو صغير وده اترفض وهو كبير. لكن النتيجة والرياكشن رد الفعل واحد، وهو محاولة اظهار انه زملكاوي صرف، انه زملكاوي مولود وهو في ايده فلنة بتشيرت ابيض بخطين حمر لنادي الزمالك، وان المدافع الاول والدرع والسيف والاسد والذكر واللي واللي لنادي الزمالك، في حين ان هو اصلا اهلاوي. ما ردك استاذ احمد عيد عبد الملك على كلام صديقك واخوك في نادي حرس الحدود اللي قال عليك اهلاوي وانت موقع للنادي الاهلي؟ تعال نروح للخبر المهم والأهم، وهو قرار اللجنة التأديبية ضد نادي الزمالك. وهنا لازم أشكر صاحب الحق وصاحب الانفراد، ده مش انفرادنا، وأي حد يطلع يقول عليك انفراد قنبلة أقول له أنت كذاب، ده انفراد واحد محترم اسمه المهندس عامر بيه العميرة، راجل محترم. الخطاب ده يا سادة يا كرام وصل للاتحاد المصري او صدر بتاريخ 8/3/2022. 8 كم؟ 3. احفظ التواريخ كويس الله يصلح حالك، لان هنحتاجها ونحن بنتكلم. لو لاحظتوا خلال الايام الماضية هتجد ان نادي الزمالك بياخد توقيعات رغبات للعيبة لكن مفيش اي صفقات بيتم الاعلان عنها، حتى لو اللاعب ده فري، حتى لو اللاعب ده فري. الزمالك بدأ في الاونة الاخيرة واخر الساعات واخر الايام يبدأ يضم لاعبين في العاب الصلاة ويغريهم بمبالغ اضعاف اللي بيعرض عليه النادي الاهلي. فتبدأ تسأل نفسك سؤال، هو الزمالك بيعمل كده ليه؟ هو في حد يسيب اللعبة الشعبية الاولى اللي هي كرة القدم وتدعيمات كرة القدم ويروح يبص ليه الألعاب بتاعت الصلاة؟ في حاجة غريبة، في حاجة مش منطقية. لكن إذا عرف السبب بطل العجب العجاب. وهنا لابد أن نقدم التحية للسيد عامر العميرة، لأن هو اللي كشف لنا العجب العجاب. ما تستغربش، الزمالك مش هيضم صفقات، الزمالك مش هيضم صفقات، لأن ببساطة وفقا لقرار اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم الزمالك تم إيقاف قيده محليا دوليا، بالإضافة بتهديدات لخصم نقاط والهبوط للدرجة الأدنى. اللي حصل، لجنة الانضباط، لجنة التأديب بتاعت الفيفا قالت لعدم، ده الخطاب، الخطاب اللي أنا منزله لك صورة منه على الصورة بتاعت الفيديو من بره، قال لك لعدم تنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضي الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2021. ده قرار كان صدر من المحكمة الرياضية لا طعن عليه، قرار نهائي بتاريخ كام؟ 10/11/2021. ثبت أن الزمالك مسؤول عن عدم الامتثال الكامل للحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية الكأس. 2. أمر نادي الزمالك بالدفع لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المبالغ التالية. أول مبلغ 510,000 دولار بالإضافة إلى فائدة 10% سنويا اعتبارا من 27 أغسطس 2015 حتى تاريخ السداد الفعلي. يعني إيه يا فندم؟ يعني الزمالك عليه 510,000 دولار من تاريخ 27/8/2015 لحد ما الزمالك يسدد بقى، الله أعلم هيسدد إمتى. 10% فوائد، يا نهار أبيض. يعني الزملكاوية اللي بيتريقوا على كهربا وبيقول ان كهربا كان محكوم عليه الحكم الاولاني ب2 مليون دولار لما كان الدولار ب15.60، دلوقتي الدولار بقى ب18.60 وشمتانين في كهربا، ده الدولار في 2015 كان ب6.07 جنيه، دلوقتي بقى 18.60، يعني اضرب في 3 يا حلو، اضرب القيمة المالية في 3 بس كده. لا، قال لك 200,000 دولار اعتبارا من 16 يناير برضو عليهم 5% سنويا من 16 يناير 2016، 200,000 دولار تاني اعتبارا من 16 يونيو 2016،
$5,000 فرنك سويسري اجراءات المحكمه الرياضيه الدوليه. خلي بالك بقى العقوبه منح الزمالك مهله نهائيه 30 يوم من تاريخ الاختيار بالقرار الحالي 8 مارس 2028. القرار صدر امتى؟ 8 مارس من 3 شهور، واداله مهله 30 يوم لنادي الزمالك. يعني ايه بقى؟ يعني حضرتك من المفترض من 8 ابريل اللي هو من شهرين صدر قرارا بايقاف القيد لنادي الزمالك فترتي قيد بداية من الانتقالات الصيفية القادمة. تمام، نكمل. عند انتهاء الموعد النهائي وفي حالة التخلف عن السداد او عدم الامتثال الكامل للقرار سيتم اعلان حظر الانتقالات على المستويين الوطني والدولي بواسطة الاتحاد المصري والفيفا دون الحاجة لاتخاذ قرار اخر. قد يتطلب ايضا خصم النقاط او الهبوط لدرجة ادنى بالاضافة الى حظر الانتقال في حال استمرار الفشل يلزم الزمالك بدفع غرامة 30,000 فرنك سويسري تدفع الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الاختار بالتاريخ او القرار الحالي. طيب جميل. السؤال، ليه يا جماعة الاتحاد المصري لا يتعامل بشفافية؟ لما انت عندك خطاب زي ده ما طلعتش قلت ليه على الملأ يا جماعة احنا وصلنا من اللجنة التأديبية قرار بيخص نادي سين او صاد او عين بيقول كذا 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 كذا. لكن اخفاء الخطاب زي ما حصل السنة اللي فاتت يعتبر ايه؟ هل يعتبر تواطؤ ولا بتعتبروه ايه يا متعلمين يا بتوع المدارس يا متعلمين يا بتوع البليلة؟ يعتبر ايه؟ يعتبر ايه اللي كل شغلتكو لا لنادي الدولة اللي بيحصل دلوقتي ده ايه؟ لما رئيس ناديكو السنة اللي فاتت حسين لبيب طلع واعترف بنفسه قال لك احنا كنا عارفين بقرار الايقاف بتاع السنة اللي فاتت من شهر 6 بس اتفقنا مع اتحاد الكورة حاجتين. اول حاجة ان احنا مش هنعرف حد ونكتم على الموضوع عشان اللعيبة، وتاني حاجة هنضغط ماتشات الاهلي عشان تبقى لصالحنا. اليس هذا يستدعي شطب الدوري المصري نهائيا؟ وان فرقة بحجم النادي الاهلي لا تستحق انها تكون موجودة في هذا الدوري. تعال نروح للمهندس عادل القيعي اللي كان له تصريحات. قال لك انا ما بلومش، انا هلوم اتحاد المغرب على ايه؟ اتحاد المغربي، فوزي الاقجع، الناس دي بتحافظ على حقوقها وبتدافع على حقوقها لحد النهايه بكل الطرق مشروعه وغير مشروعه. انت في الحرب والمعركه مش مطالب تلعب بالطرق الاخلاقيه والشرعيه والمشروعه، لا، كل السبل متاحه ليك بحيث انك تنتصر. الاتحاد المغربي لعب بكل الاساليب الملتويه وغير الملتويه عشان يحافظ على حقوقه، عشان يدي فرصه اكبر للنادي بتاعه. لكن الاتحاد الاخر لم يدافع عن النادي الاهلي. مين الاتحاد الاخر يا جماعه؟ الاتحاد المصري. قال لك ما تلوموش على الاتحاد المغربي، الاتحاد المغربي هيعمل اللي ويقول لك يا لالي عشان مصلحته. لو عايز تلوم صح لوم الاتحاد المصري، وهنا قلناها مليون مرة يا كابتن محمود يا خطيب بعد اذن حضرتك، لو كان في مؤتمر هيتعمل فعلا اتمنى قبل ما نكشف الفاسدين بتوع الكاف وبتوع الاتحاد الافريقي اتمنى حضرتك تقول دور الاتحاد المصري كان ايه سلبا او ايجابا. جايز الناس دي كانت بتعمل في الخفاء واحنا ما نعرفش، جايز ان هم كانوا بيساعدوا الاهلي في اخفوا الخطاب عننا عشان ما نتخضش، كان في حاجه في الخطاب تخض ولا حاجه او تخوف الاهلي فخاف علينا بصراحه فعنوا الخطاب. فاطلع قول لنا الناس دي كويسه نطبل لهم ونسقف لهم ونقول لهم متشكرين، ولا الناس دي فاسده ونقول لهم لازم تتحاسبوا. اتمنى من النادي الاهلي يطلع يوضح الصوره لجمهور النادي الاهلي. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كان منفعل جدا، قال لك الناس اللي عماله تتكلم كل ما حد يتكلم يقول لك اصل نادي الزمالك عزبه مرتضى واولاده،
نادي الزمالك مرتضى بيورث ولاده، قال لك ما هو الزمالك يا جماعه في هيثم السحارتي ده ابن كابتن السحارتي، واحمد عادل عبد الفتاح ابن مين؟ ابن عادل عبد الفتاح، وقال لك في عبد الله جورج سعد ابن مين؟ ابن جورج سعد، وفي حازم انام ابن مين؟ ابن حماده يحيى الحريه امام، وقال لك في كريم شحاته ابن كريم حسن شحاته، وخالد لطيف ابن محمد لطيف، جت علي انا وخلاص امير واحمد اللي خلاص يعني، جت على احمد وامير بقت توريث، والناس دي كلها ما كانتش توريث. انتوا وحشين قوي يا زملكاويه على فكره، ده كلام انا بقى. ايه يا جماعه في ايه؟ ما تخليكوا حلوين. ايه يعني اما رئيس النادي يبقى ابنه موجود معاه؟ وفي احمد ده مش داخل الاداره بالانتخاب ولا دخلها ازاي؟ مش بالانتخاب، جايين دلوقتي تقولوا عزبه. امير ده مش هو اللي بيجيب لكم الصفقات وهو اللي قافل على الفرقه ومعاه المفتاح بتاع القفل؟ ايه هتاكلوا وتنكروا زي القطط؟ هتاكلوا وتنكروا زي القطط؟ عيب يا زملكاويه، خليكوا في ظهر رئيس النادي. الدكر الاسد، الزمالك عمره ما كان له دكر ولا اسد، بس مع مرتضى بقى له دكر واسد وسيف ودرع. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، ومبروك للزمالك الايقاف الجديد. السلام عليكم.